البحر الأحمر بلونه الفيروزي والمنتجعات السياحية وجمالها، يعني الراحة والهدوء والاستجمام، ده طبعاً غير الجناين والمساحات الخضراء وهواية الغطس. يبقى احنا أكيد في مدينة الجونة الجميلة، أهم الوجهات السياحية الموجودة في مصر. هنتعرف مع بعض من خلال فقرتنا على أحلى الأماكن الموجودة هنا في مدينة الجونة. مع بعض موجودين في احد الاماكن الجميله في مدينه الجونه اللي بتعلم هوايه الطياره الشراعيه في الميه، ومعانا احد المدربين للهوايه دي انطوان بشرى. نتعرف منه اكتر على ايه طبيعه الهوايه دي، والناس هنا الاجانب السياح المصريين مهتمين بيها جدا. اهلا بيك معانا، شرفتنا على شاشه ام بي. اهلا بيك. الناس بتحبها، انا شايفه المناظر شكلها حلو جدا، والالوان الطيارات بالوانها، تقول لنا ايه في الموضوع ده؟ هي رياضه جميله جدا، كل الناس بتحب تعلمها لانها سهله جدا، فيها حريه كتير لان انت شمس وميه وهواء وتقدري تتحركي في المكان اللي انت عايزاه. الاعمار بتاعتها سهل اي حد يتعلمها، سواء اطفال صغيرين ناس كبيره، كل دوت سهل ان يتعلمها، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت كتير، ويعني متعه اكتر من اي حاجه تانية. يعني كايت سيرفينج او كايت بوردينج؟ كايت سيرفينج او كايت بوردينج ده اسم الرياضه. تمام. بتحتاج ايه بقى؟ يعني بتعلمهم ازاي؟ بتدي لهم السيشن ازاي سريعا كده؟ السيشن سريعا، اول حاجه بنتعرف على الاكويبمنت بتاعتنا، المعدات بتاعتنا، ان كانت الكايت والبار والحبال بتاعتنا، بنتعلم ازاي نستخدم السيفتي بتاعتهم. واول يوم بيبقى عباره عن كايت كنترول، بتعلمي ازاي تتحكمي في الكايت اللي هي الطياره لو هنقول عليها. بعد كده في حاجه ازاي نبتدي نتعلم الباور بتاع الكايت في البودي دراج اسمه، وبعد كده بنعمل الووتر ستارت اللي هو ازاي نطلع على البورد ونمشي، وساعتها بقى بيكون مص يعني الفن بتبتدي بقى اول ما بناخد البورد. يعني هي منتشره قوي في الجونه هنا اهوت، عشان المكان بيسهل الكونديشن، سهلة ان حد يتعلم، بس برضه هي موجودة في اماكن تانية، في الغردقة وفي الزعفرانة وفي راس غارب ومرسى علم، كل الاماكن ديت يعني كوست لاين بتاع ريد سي كله موجود فيها. اكتر السياح من جنسيات معينة بيجي لكم هنا من فين؟ هو انترناشونال، يعني من المانيا، من روسيا، من سويسرا، انجليز، من هولندا. ما في مصريين كتير ابتدوا يلعبوا الرياضة ديت، ودي حاجة برضه كويسة جدا، بقينا يعني معظم الموجودين حاليا مصريين، فدي حاجة كويسة يعني. ركوب الأمواج بالطائرة الهوائية تعد رياضة إلى حد ما سهلة، ويمكنك أن تمارسها في يومين أو ثلاثة إذا كانت قوة الهواء ملائمة، وهي رياضة ممتعة جدا مقارنة بالرياضات الأخرى، وبعد أسبوع فقط من التدريب يمكنك أن تذهب وحدك بدون مدرب وتستمتع بالهواء والماء معا. رياضة جميلة وكله بيستمتع باللعبة نفسها، بتحس نفسك سبيشال، يعني اللي هو ايه، معاك، حاسس نفسك انت طاير وحدك. معانا كمان في الجونة يعني احد الرائدين في لعبة او هواية الطيارة الشراعية والتزحلق على الماء بالطيارة الشراعية، احد الرائدين في اللعبة دي جهاد محمود. اهلا بيك، شرفتنا على شاشة ام بي سي مصر. اهلا وسهلا. يعني تقدر تقولي كده اللعبه دي مميزاتها ايه؟ بتستمتع بيها ازاي؟ للناس اللي لسه ما جربتهاش تقول لهم ايه؟ والله دلوقتي اللعبه دي بقت سهله لاي حد عايز يجربها. الاول كانت من ضمن الالعاب الخطر، مش اي حد يعملها، لكن دلوقتي بقى فيها تطورات عاليه من ناحيه الامان والاكويبمنت نفسها او المعدات نفسها اللي احنا بنستخدمها، وطبعا طريقه تقديم اللعبه والتطور بتاع الشرح بقى فيه خبره اكتر، فبالتالي اللعبه دي اي حد يقدر يلعبها. انا شايفه كمان في عدد كبير قوي من السائحين موجودين من كل الجنسيات هنا بيمارسوا الرياضه دي. السياحه في الجونه رايك فيها ايه؟ لا الناس دي عامله شغل عالي بصراحه، يعني من احسن اماكن في مصر، مكان مشرف جدا، ومكان كل حاجه فيه ماشيه فيري بروفيشنال، يعني بتتقدم بالطريقه الصح، وعشان كده طبعا وما اعرفش الموضوع ده طبعا، بس انا شايف اكيد هو جه بالصدفه، اللي المكان بتاع الجونه بقى من احسن الاماكن اللي الواحد يقدر يمارس فيه الهوايه دي، لان هي بتتطلب مثلا هواء، بتتطلب يكون الميه قصيره مثلا عشان واحد يعرف يقف، حاجات زي كده، فطبعا ده بيفرق كتير. هو اول يوم ليا اعمل كايت سيرفنج النهارده. ايه رايك بقى في الهوايه دي؟ لسه بنجرب، بس لغايه دلوقتي تمام،
وكل الناس ظريفة جدا والهواء هواء كويس جدا. ف I think يعني ان احنا هنقدر ان احنا نطلع وهيكون في شوية هواء عشان يزقنا. هي جميلة جدا طبعا، السنة دي اهدى شوية من السنة فاتت بس احنا تالت سنة نيجيها، لا هي رائعة طبعا. جونة جميلة، احنا كل سنة بنيجي وهنفضل نيجي، وكنا اصلا دلوقتي بنبلان يعني للسنة الجاية ان احنا هنيجي وننزل فين ونعمل ايه، وبصراحة يعني هي اهدى من السنة اللي فاتت، لا بس برضو جميلة، ستيل جميلة، والفستيفال بيعمل لها روح جميلة جدا. ما زلنا معاكم بنشوف الأماكن الجميلة وبنتجول في مدينة الجونة الجميلة، وإحنا موجودين في مكان فيه عدد كبير من الألعاب المائية، أهمها طبعا التزحلق على الماء بالكيبل، وكمان في الأكوا بارك. ومعانا كريم عهدي، هو الثالث على العالم تحت سن 15 يعني في لعبة التزحلق على الماء بالكيبل. هنتعرف منه أكتر على اللعبة دي وإزاي بيمارسها ورأيه فيها إيه بشكل عام. أهلا بيك يا كريم، شرفتنا على شاشة أمبيسي. ميرسي. يعني اللعبة بقى احكي لي، انا شايفك بتتدرب من الصبح ويعني انت محقق بطولات في اللعبة دي، فاشرح لي اكتر رأيك فيها، وابتديت تلعبها من سن كام؟ اللعبة دي انا ابتديت العبها من وانا عندي 11 سنة مثلا، اول كانت بتيجي سنة سنة، كنت لازم العب كايت سيرفينج، بعد كده لعبت هنا في الويك بوردينج وكانت احسن بكتير، حاجة انا حبيتها يعني. ايه عجبك بقى في اللعبه؟ يعني بتحس بايه كده؟ يعني مش زي الكايت سيرفينج، كايت سيرفينج فيه راحه واكتر وكل حاجه، بس هنا الناس كلها مخلياني عايز العب اللعبه، الناس كلها لذيذه، الناس كلها بتحب بعض، ودي اهم حاجه ليا بعيد عن اللعبه، ان انا اكون مبسوط في الحاجه اللي انا بعملها. يعني الجونه مدينه سياحيه جميله وانا شايفاكم كلكم مستمتعين، تقول لنا ايه بقى عن مدينه الجونه من ناحيه وجهه نظرك السياحيه فيها؟ الناس كلها مستمتعه من كل الجنسيات. مدينه الجونه دي زي عالم بره مصر بس جوه مصر بس صغير، ودي احلى حاجه فيها ان احنا بنجمع كل الناس مع بعض، الناس الحلوه، الناس الجميله، الناس اللي عايزه تيجي تقعد على البحر وتتفرج على الناس اللي بتلعب، والأهم حاجة إن هم يكونوا مبسوطين في الحتة اللي هم فيها. تحفة فنية تم تطويرها بشكل جديد ومختلف، اسمها الجونة. دي كانت فقرتنا النهاردة من مدينة الجونة الجميلة، ولسه هنبقى معاكم في أماكن تانية كتير بتحكي عن جمال بلدنا في مصر الحلوة. شكرا لكم وإلى اللقاء.